دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم عشان نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية هتعرض فيلم إنت حبيبي بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية. يعقب العرض ندوة حول الفيلم بيديرها المخرج أشرف فايق المشرف على النشاط السينمائي بالصندوق، وفي نفس التوقيت بيعرض الفيلم بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وسينما مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة. النهاردة هتبدأ جامعة حلوان في تسكين الطلاب بالمدن الجامعية استعداداً للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، وكمان أعلنت الجامعة استعداد كليتها لبدء العملية الدراسية في الترم الثاني. النهاردة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك هيواجه شباب بلوزداد الجزائري باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه التقليدي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضة، في حين هيرتدي حارس مرمى الفريق اللون الأصفر. بالنسبة لماتشات الدوري المصري، النهاردة غزل المحلة هيلتقي المقاولين العرب الساعة 6 بالليل، وده ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.